هما هي سهله لو ننفذ. معلش انا عايز اسالك سؤال تقيس قوه منتخب مصر على مواجهه في مواجهه مع منتخب بوركينا، ولا محتاجين يعني ليفل اعلى شويه؟ لا مش ليفل اعلى، انا عايز الفرقه تكون كامله وتلعب الشوطين بنفس القوه ضد اي فرقه. احنا ما لعبناش بنفس القوه لان بوركينا فرقه برضو شفنا الشوط الثاني عملت ايه في تحركاتها في جريها في الشوط الثاني. كابتن فتحي نصير، مين لفت نظره من في حد لفت نظرك من فرقه بوركينا؟ يتقال عليها انها حصان اسود في البطولات الافريقيه، واحد من المنتخبات القوى الصاعده، في حد لفت نظر؟ لا حد مميز؟ مش تقول على لاعب، اما بس بتقول جماعيه الاداء عندهم عاليه، فانت مش هتحس بواحد هو المميز قوي. لا انا بتكلم على صفقه، كله بتكلم على صفقه، لاعب ممكن يكون لفت نظر كابتن فتحي انه واحد اللاعب ده في المركز ده مميز جدا. في حد لفت نظرك ولا في ويمكن كلمت بيبو فيه؟ في حد لفت نظرك من بوركينا؟ في يعني في لعيب، لكن طبعا ما مش هتقول الاسم فيه دلوقتي. انا اسف يعني. لا خالص بالعكس انا متفاهم. لكن قلت يعني قلنا يعني قلنا لا هم عندهم على فكره لعيبه محترفه كتير جدا بره وبيلعبوا في دوريات محترمه يعني. وبعدين بستغرب جدا انه يعني كلهم مثلا بيلعبوا الدوري الفرنسي. طيب الناس تقول لك ايه الدوري الفرنسي؟ طيب نقارن الدوري الفرنسي بالدوري المصري، انهين اقوى؟ فرنسي. لا هو مفيش مقارنه اساسا. منظم. فرقه دوري منظم، دوري كده، هم واخدين على النظام هناك، احنا فرقنا استهلكنا لاعبتنا في حاجات خارج كره القدم، في ضغط المباريات اللي احنا بنعملها في الدوري والحاجات دي كلها، فانت بتستهلك نماذج اللعيبه بتاعتك، واللعيبه اللي لهم مهاراتهم عاليه وامكانياتهم عاليه بيبقوا مستهلكين في كلام فارغ في ماتشات زي دي. لكن لو اديت الفراغات هيخلي المدرب ان هو يشتغل شويه معاهم، يصلح اخطائهم. ليه حسام بيطلب على الاقل اسبوع؟ طبعا الاتحاد الدولي بيقول لك ايه 3 ايام، لان الاتحاد الدولي بيعامل اوروبا وبيعامل الفرق دي. انت هنا اصلا في الدوري اللعيبه المدربين كولر ده بيشوف اللعيبه يومين وتلاقي مباراه، يومين ومباراه، هيصلح امتى ولا يضيف امتى؟ هو عنده اسبوعين، هو كابتن فتحي طيب بيصلح يعني ويشتغل زي ما هو عايز. هجيلك دلوقتي في الاهلي، بس خليني اقفل منتخب معاك مع غينيا بيساو. شايف ماتش غينيا بيساو ازاي؟ طبعا حسام حسن ما حدش يختلف وانت ادرى بيه، يعني حسام حسن يعني معاك من هو كام سنه كابتن فتحي؟ 15 سنه. طيب يعني انت اكتر مش من 15 سنه لا معاك من هو 15 سنه انا عارف. يعني انت اكتر الناس العالمين بشخصيته وبتركيبته، لكن انا المتفق عليه وده كان واحد من رهانات كتير من جماهير الكره في مصر على حسام، انه منتخب انه لاعب مهاجم من فز، يعني واحد من اساطير الكره المصريه، هو وكابتن ابراهيم الحقيقه الاثنين دايما طول الوقت عندهم الحميه، عندهم الرغبه، عندهم مقاتلين يعني فاهم، يعني غيورين على اي حاجه هم بيمثلوها، ودي كانت حاجه الناس حاسه شويه انها غايبه عن المنتخب. متوقع شكل منتخب مصر في ماتشاته الخارجيه ايه؟ يعني هل هيغامر حسام حسن بانه يلعب على مكسب وثلاثه بونت ويلعب جيم مفتوح زي ما لعب هنا في القاهره، ولا هيكون ليه حسابات ثانيه؟ هي ليها حسابات ثانيه، بس مش هيلعب جيم مفتوح، لكن هيلعب للمكسب. هيلعب للمكسب مش هيلعب للتعادل. يعني هو هيروح هناك جواهم الناحيه الهجوميه مسيطره عليهم، بس هيلعبها باتزان مع اللي ورا، يرجع للشكل التقليدي، يرجع 4-3-3 برجوع حمدي مثلا. يعني مش عاوزين نقول عليه تقليدي، نقدر نقول اللي يتناسب مع المباراه، لان احنا بنقول هل اللعيبه هي اللي بتفرض طريقه اللعب، ولا المدرب يفرض طريقه لعب على لعيبه ما لعبهاش قبل كده؟ فدي اللعيب العالي يلعب اي حاجه، اللعيب اللي مستواه عالي وامكانياته عاليه يقدر يلعب في اي حته، واللعيب اللي بيلعب في اكتر من مكان يساعد برضه. دي من ضمن الحاجات اللي الواحد يعني بيقولها، ان يعني حسام ابراهيم لما اختاروا اللعيبه غير الامكانيات، راعوا مثلا السن، راعوا اللاعب اللي بيلعب في اكتر من حته غير لاعب بيلعب في مكان واحد بس تقليدي جوكر. وبعدين لما اتنين مع بعض، في واحد سنه كبير وواحد سنه الشباب النضج وكده،
مش هياخد الكبير عشان ممكن واخد سن كبير في حاجة في مركز تاني، فمش هياخده في المركز ده فياخد الشباب. عملية معقدة، والناس بتفتكر ان هو بيختار ده وبيختار ده وبيختار ده. تراهن على رجاح تجربة حسام حسن خادم المنتخب المصري ان شاء الله بإذن الله؟ يعني هل تشوف انه ممكن يكون استمرار لأسماء زي الله يرحمه طبعا كابتن محمود جوهري، كابتن حسن شحاتة، أسماء حطت بصمة كبيرة جدا مع منتخب مصر؟ هو إن شاء الله بإذن الله، يعني ده هيكون الثالث بتاعهم بإذن الله إن شاء الله. يعني بعد الكابتن جوهري الله يرحمه. إيه اللي اتغير في حسام يا كابتن في الفترة الأخيرة؟ يعني وإيه اللي تنصحه بيه إنه لازم يتغير أو لازم يفكر فيه؟ لا، ما هو ده الفترة اللي جاية هو هدي دلوقتي، بقى يفكر، ما بقاش انفعالي. لازم أي موقف يمر على الدماغ قبل على مخه قبل ما يكون في رد فعل، لان كان زمان لا في موقف انت بتعمل كده نعمل كده، لا مرره هنا الاول خليه يقول لك انا الرد ان يكون كده ولا الرد يكون كده. فهم الحقيقه اصبح عندهم اتزان عقلي، واصبح عندهم هدوء نفسي، دولت مهمين جدا للمدرب. وحاول تكون جواك انت، اظهر على لعيبتك لو انت جواك منفعل، امسك عشان اللعيبه اللي قدامك دوت ما يتاثروش بيك فينفعلوا، لكن تكون متحمس. الحماس حلو، مش المدرب اللي قاعد نايم وما بيشجعش لعيبته واللي بيتكلم بلغه عقبال ما تترجم للاعب التاني ويقول له بيقول لك كذا، لا، غير اللي هي طالعه من القلب للقلب. فهي كده. في الفاصل كنت بقول لكابتن فتحي انه من بعد جيل 2010، الجيل اللي جاب 3 بطولات أمم أفريقيا مع جيل الذهبي يعني بيسموه في تاريخ الكرة المصرية، وده معناه مش الأجيال قبل كده، لا، طول عمرها الكرة المصرية ولادة. يعني مفيش فترة، مفتكرش فترة كان في الكرة المصرية حالة فراغ زي الفترة اللي احنا عشناها ال 14 سنة الأخيرة دي، على الرغم إن كان في توهج للنادي